السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مستر وائل الساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف الخامس الابتدائي الترم الاول، هنبدا النهارده بكونسبت 2 3، اخر كونسبت في يونت 2، اخر كونسبت في المنهج ان شاء الله. هنكمل فيها على موضوع المطر، هناخد كومبيرنج تشينجز ان مطر. طيب هو التشينجز ان مطر اللي ممكن تحصل دي هي حاجه من الاثنين، يا فيزيكال تشينج يا كيميكال تشينج، تفرق بينهم ازاي بمنتهى السهوله. تسال نفسك لما المطر حصل لها تشينج فضلت نفس المطر ولا بقت نيو مطر؟ هديكوا اكزامبل، الايس كريم اللي قدامنا ده هو كان سوليد ستيت طول ما انت يعني شايله في الفريزر، صح كده؟ ابتديت تحطه هو في البسكوت عشان تاكله، فابتدى الايس كريم ده لو ما اكلتوش بسرعه، يعني لو ابتدى الايس كريم ده يتعرض للسان لايت، يعني ابتدى جين ثيرمال انرجي، ابتدى ياخد هيت انرجي، صح؟ فابتدى يحصل له بروسيس اسمها ميلتنج، اللي هي بنقول عليها بالعربي سيح. ابتدى يحصل له بروسيس اسمها ميلتنج، يعني ابتدى المولكيولز بتاعته جين ثيرمال انرجي والكاينتيك انرجي فيها انكريز، والمولكيولز بقت مور فري وابتدت تتحول من سوليد ستيت لليكويد ستيت. اسال نفسك بقى عشان تعرف هو فيزيكال تشينج ولا كيميكال تشينج. هل الايس كريم لما حصل له ميلتنج كده الليكويد ستيت بتاعه ده فضل زي ما هو ايس كريم ولا بقى حاجه تانية؟ فضل زي ما هو ايس كريم، ما بقاش حاجه طعمها وحش ولا طعمها متغير ولا اي حاجه، يبقى ده على طول فيزيكال تشينج. هديك اكزامبل تاني الكيميكال تشينج عشان تفهم الفرق. هات وايت بيبر كده واعمل لها بيرنج. طب الوايت بيبر دي كانت لونها ابيض وكان بي رايتنج اونيت، صح كده؟ نقدر نكتب فيها. طب لما عملت لها بيرنج وتحولت لبلاك اش، بودره بقى كده، او حتى لو حته جامده او حته كبيره شويه من الاش، انت لو مسكتها كده ولبستها بايدك هتتحول لايه؟ لبلاك اش، باودر كده، صح كده؟ طب اسال نفسك هل بقى البيبر دي لما عملت لها بيرنينج فضلت زي ما هي بيبر؟ الاجابه لا، ما فضلتش زي ما هي بيبر، دي طلعت لي نيو سبستنس اسمها بلاك اش، يبقى ده على طول كيميكال تشينج. تمام يا شباب؟ يبقى التشينجز اللي هتحصل في المطر يا اما فيزيكال تشينج يا اما كيميكال تشينج. وعرفنا بمنتهى البساطة ازاي افرق بين الفيزيكال تشينج والكيميكال تشينج. طب تعالوا نبص في الاكتيفيتي دي كده عشان نفهم اكتر احنا هنعمل ايه في الكونسبت ده. في بيكتشر 1 هنا وفي بيكتشر 2. طب بيكتشر 1 دي فيها ايه؟ فيها ايس كيوب اهو، ابتدى يحصل له ميلتنج، ابتدى يتعرض لهاي تمبريتشر، ابتدى يتشينج فروم ليكويد فروم سوليد ستيت تو ليكويد ستيت، فبالتالي كده حصل له ميلتنج بروسيس. طب في بيكتشر نمبر 2 دي انا شايف شويه فروت سلاد، صح؟ شويه ديفرنت فروتس اهي، ميكسد توجذر، صح كده؟ طيب اسال سؤال، لو احنا جايبين مثلا 1 كيلوجرام من الاورنج و1 كيلوجرام 1 كيلوغرام من مثلا الاستروبيري و1 كيلوغرام من الجرابس، ماشي كفايه قوي عليا الثلاثه دول عشان اعمل الميكتشر بتاع الفروت سلطات اللي انتوا شايفينه. طب يا ترى بعد ما عملت ميكسنج، هات اول حاجه دي وليكن انا قلت الاورنج. الاورنج قبل ما اعمل لها ميكسنج مش الماس بتاعتها كان 1 كيلوغرام؟ ايوه. طب بعد ما عملت لها ميكسنج يا ترى ال1 كيلوغرام ده هيقل ولا هيزيد ولا ريمين از ات از؟ طبعا ريمين از ات از، صح كده؟ طيب خلينا نفرض ان الايس كيوب ده كانت الماس بتاعته مثلا 10 جرام قبل ما يحصل له ميلتنج، صح كده؟ تمام. طب بعد ما حصل له ميلتنج فاضل حته هي من الايس كيوب وليكن بقت مثلا 8 جرام. طيب في 2 جرام راحوا فين؟ ال 2 جرام دول هم شويه الوتر الليكويد دول، صح كده؟ يعني انا دلوقتي برضه عايز اقول حاجه، دي 2 جرام، يعني انا عايز اقول حاجه، الماس قبل الميلتنج كانت 10 جرام، بعد الميلتنج بقى عندي 2 ستيت اوف ماتر، سوليد ستيت اهو ليكويد ستيت. طب السوليد ستيت والليكويد ستيت مع بعض مش الماس بتاعتهم 10 جرام؟ ايوه، يعني الماس بتاعت الاوبجكت او بتاعت المطر ريمين كونستنت بيفور اند افتر ميلتنج؟ يس. وبرضه الماس بتاعت المطر ريمين كونستنت بيفور ميكسنج اند افتر ميكسنج، صح يا شباب؟ ماس از كونستنت، افتكروا الكلمه دي يا شباب، الماس ما بتتغيرش، هتروح فين يعني؟ ها؟ ماس از كونستنت، تمام يا شباب؟ الماس ما بتتغيرش. نشوف الكلام ده يا شباب. In the previous concept you have learned that there are different state of matter. عندي solid state وliquid state وgaseous state. طيب and each matter take up space. take up space يعني ليها volume وليها mass. ما دي أول كلمة قلناها. matter is anything that has mass and volume. صح كده؟ وخدنا أن المطر ليها 3 state، يا solid يا liquid يا gas. بنراجع مع بعض. طيب
Also, you have learned that each motor has its own physical properties و chemical properties. كل مطر ليها الفيزيكال بروبرتي والكيميكال بروبرتيز بتاعتها، صح كده؟ وقلنا الفيزيكال بروبرتي هي اي بروبرتي كان بي ديستينجويش باي وان اوف ذا فايف سينسز، صح كده؟ والكيميكال بروبرتي هي التشينج اللي هتحصل في المطر، هتبقى نيو مطر وين انتر اكت ويز انذر مطر. طيب ذا بيكتشر اباف شوز ذات مطر كان بي تشينجد، ايوه هي مطر تشينجد من سوليد لليكويد هنا مثلا، تمام كده؟ تو ديفرنت ستيت ان بيكتشر 1 وفي بيكتشر 2 واضح انها كان بي ميكسد، صح كده؟ اند مطر كان بي ميكسد ويز انذر مطر، ايوه انا اقدر اعمل ميكسنج اللي انا عايزه. حد قال ان دي الستاندرد فروت سلات، انا ممكن احط حاجه ثانيه مش موجود، ممكن احط عليهم اي حاجه سعادتك عايز تحطها حطها، انا ما عنديش مشكله، وباي اماونت كمان. انت بتحب الجرابس كتير، حط 2 كيلو جرام جرابس، مين اللي قال لك حط 1 كيلو جرام؟ اللي انت عايزه. ما بتحبش الجراب خالص، شيل ده خالص، ما تحطش الجرابس، اوكي؟ تمام؟ فالمطر كان بي ميكسد ات اني ريشيو. المهم عندي ان بيفور ميكسنج الماس، الماس بيفور ميكسنج ايكوال الماس افتر ميكسنج، نو تشينج في الماس بيكوز ات از كونستنت. تمام يا شباب؟ طيب وات هابن تو ذا ماس؟ اهو ده السؤال اللي انا عايز اساله، وات هابن تو ماس اوف مطر؟ يا ترى الماس اوف مطر دي ممكن تتغير؟ هو ان ات از هيتد، ما هي ما اتغيرتش اهو، انا اديتكم الارقام ما اتغيرتش، لا صح كده؟ تمام. او كالرد حتى، او ميكسد ويز انذر سبستانس، ماس از كونستنت يا شباب، الماس ما بتتغيرش. اعمل ميكسنج، اعمل هيتنج، اعمل كالرنج، اعمل اللي انت عايز تعمله، الماس از كونستنت. اوكي اهو، ذا ماس اوف اني مطر دازنت تشينج، مش هتتغير. هو ان ات از هيتد، او هو ان ات از كالرد، او هو ان ات از كولد، او هو ان ات از ميكسد ويز اني اذر سبستانس ساتش از، اهو هيشرح في بيكتشر 1 كانت بتاعه الايس دي، اهو از ان بيكتشر 1 هو ان ايس كيوب از هيتد اند تشينجد انتو ووتر اللي هو الليكويد ستيت. تمام. طب الماس اتغيرت خالص، ذا ماس دازنت تشينج. طب ان بيكتشر 2 انت عملت ميكتشر كده من الفروت سلات، ماله بقى ده؟ ها ذا ماس اوف اني اوف ذا فروت، اي فروت سعادتك حطيتها في في الميكتشر ده، ماس اوف اني فروت بيفور ميكسينج ويز اذر فروت، قبل ما تعمل لها ميكسينج ويز اذر فروت از ذا سيم افتر ميكسينج ويز اذر فروت، ماس از كونستنت، صح كده؟ طيب ان ذيس كونسبت بقى هناخد ايه؟ هناخد التمبريتشر اند ستيت اوف ماتر. احنا عارفين لما بنزود التمبريتشر بتزيد الكاينتيك انرجي في المولكيولز، فالمولكيولز بتتحرك اكتر، فبتتغير لو هي كانت سوليد هتتغير الى ليكويد، ولو هي ليكويد هتتغير الى جاز، صح كده؟ هناخد ميكتشر، ميكتشر يعني تو ديفرنت سبستانس ميكسد توجذر، اهي زي ده اور مور، هنا 3 ديفرنت سبستانس 4 ديفرنت سبستانس، صح كده؟ هناخد يعني ايه ميكتشر، هناخد ايه هي البروبرتيز اوف ميكتشر، هناخد الفيزيكال تشينج ان اور لايف، اكزامبل لشويه فيزيكال تشينج بتحصل في حياتنا، وهناخد الكيميكال تشينج. احنا متفقين ان عنوان الكونسبت اصلا تشينجز ان ماتر، يعني سواء فيزيكال تشينج او كيميكال تشينج، فهناخد شويه اكزامبل physical change وشويه اكزامبل للكيميكال تشينج. طيب تعالوا نشوف ميلتنج بروسيس، يعني ايه ميلتنج؟ ميلتنج ات از ا بروسيس، ميلتنج بروسيس از ا بروسيس ان ويتش ماتر تشينجد فروم سوليد ستيت انتو ليكويد ستيت، صح يا شباب؟ اوكي هتتحول ازاي كده؟ باي هيتنج، او ممكن نقول باي انكريزنج تمبريتشر، صح كده؟ يبقى يعني ايه ميلتنج اللي هي بالعربي كده كلنا اكيد سمعناها، ماما تقول لك انا طلعت الفرخه النهارده عشان تسيح، طلعت مش عارف حته اللحمه دي عشان تسيح عشان تطبخها يعني، صح كده؟ ميلتنج اللي هي بالبلدي كده سيحناها يعني، اللي هي معناها ايه؟ معناها تشينجينج ذا ستيت اوف ماتر من سوليد ستيت لليكويد ستيت. باي ايه؟ ما عمرها ما هتتحول لوحديها كده، لازم نلعب في التمبريتشر، يا اما انكريز التمبريتشر يا اما ديكريز التمبريتشر. ميلتنج معناها انكريز التمبريتشر او هيتنج، هي هي هيت يعني انكريز تمبريتشر، صح يا شباب؟ طيب بوت ذا سيوتابل وورد فروم ذيس بتوين براكتس اندر ذا سيوتابل بيكتشر، عندي ليكويد عندي جاز عندي سوليد. طيب يعني هنا انا شايف ايس كيوب، فهنا يبقى سوليد ستيت اوف ماتر، ده ليكويد ستيت اوف ماتر، صح كده؟ وده جاز ستيت اوف ماتر او جاز، صح كده يا شباب؟ طيب ووتر از ماتر ذات كان بي فاوند ان ذا 3 ستيت اوف ماتر ويتش ار سوليد وليكويد وجاز. حاجه يا شباب ربنا متع بيها الووتر دونا عن بقيه المطر، الووتر ممكن نلاقيها ات اوردينري تمبريتشر في درجه الحراره العاديه اللي احنا قاعدين فيها في الروم تمبريتشر دي
والنورمال تمبريتشر يا شباب هي 25 ديجري سيليزياس، العلماء اتفقوا على كده يعني. اوكي طيب، تخيلوا ان في التمبريتشر دي، ان في التمبريتشر دي انا اقدر الاقي الووتر في الثري ستيت مع بعض. اهو تعالوا بصوا على الصوره دي، اهي ادي اورديناري تمبريتشر. اولا في انا اير، والاير ده فيه ووتر فيبر اللي هو جاز، صح كده؟ ادي فيه ووتر جاز ستيت اهي، وفي سوليد اهو اللي هو ايس كيوب، فدي سوليد ستيت اوف ماتر. وابتدى شويه من السوليد ستيت اوف ماتر دول يحصل لهم ميلتنج ويتحولوا لايه؟ لليكويد ستيت اوف ماتر ووتر اهي. يبقى في نفس التمبريتشر اللي هي الروم تمبريتشر دي، انا لقيت الثلاثه ستيت اوف ماتر توجيزر موجودين. الكلام ده ما بيحصلش في اي ماتر، صح كده؟ تمام، دي معلومه بس اضافيه حبيت اقولها لكم يعني. طيب تعالوا نشوف كده، imagine that you forget a bowl. اي bowl ده يعني حاجه زي دي كده، اي كونتينر كده. اوكي bowl contain ice cube in hot place. تخيل ان انت طلعت الباول ده اللي فيه شويه ايس كيوب وسبته في اي هوت بليس، وهوت بليس دي مجرد انت طلعته من الفريزر ده يعتبر هوت بليس. ما هو انت الاوردينري تمبريتشر اللي انت قاعد فيها دي 25 ديجري سيليزياس، انما لما كان جوه الفريزر كانت درجه الحراره كام؟ ماينس 2 ماينس 4 ديجري سيليزياس. فطبعا لما يكون جوه الفريزر ماينس 4 ديجري سيليزياس وانت تطلعه ل 25 ديجري سيليزياس، فانت كده اوريدي عملت له هيتنج، صح كده؟ يعني هيتنج ده مش لازم نولع عليه البوتاجاز ونسيبه يعني، لا ده كده انت بتعمل مور هيتنج. انت بس مجرد طلعته من الفريزر حطيته في الكيتشن كده ولا في اي روم تمبريتشر، فانت كده عملت له هيتنج، صح كده؟ طيب ايه اللي هيحصل للايس كيوب دي يا شباب؟ ات ويل ميلت، هيحصل لها ميلتنج، صح؟ يعني ايه ميلتنج؟ يعني تشينج ات فروم سوليد ستيت تو ليكويد ستيت. اوكي يو ويل فايند ووتر ان ذا باول انستيد اوف ايس كيوب. هتلاقي في ووتر في الايه، في الباول ده بدل الايس كيوب. ذات مينز ذا ايس اللي حصل له بقى ميلت. يعني ايه ميلت؟ يعني حصل له تشينج من سوليد ستيت لليكويد ستيت، اللي هي بنقولها بالعربي يسيح، تمام كده؟ تمام. اند ات تيرند انتو ووتر. يبقى انا دلوقتي لو عايز ادي ديفينيشن كده للميلتنج بروسيس، وقلت الديفينيشن مش حفظ، قول اللي انت عايزه، تمام؟ اوكي هتقول لي ميلتنج ات از ذا بروسيس ان ويتش ماتر تشينجت فروم سوليد ستيت تو ليكويد ستيت. قول لي بس ازاي؟ ها؟ when its temperature increased او باي هيتنج. هي اوكي، ما تقولش الاثنين، قول لي يا باي انكريزنج تمبريتشر يا باي هيتنج. اوكي طيب نوت، سوليد ماتر شود بي كيبت بيلو سيرتن تمبريتشر تو ستي ان سوليد ستيت. انت عايز تحافظ على الايس ده لازم تحطه في تمبريتشر معينه، والتمبريتشر دي تكون قليله عشان تحافظ عليه في السوليد ستيت. انت مجرد ما طلعته من الفريزر انت كده زودت التمبريتشر، فبالتالي ابتدى تشينج من سوليد ستيت لليكويد ستيت، صح كده؟ تمام، تشيك يور اندرستاندينج يا شباب، كومبليت. ايس از ذا اي ستيت اوف ماتر، سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ طبعا ده سؤال قديم جدا جدا، سوليد ستيت اوف ماتر. طيب ميلتنج احنا لسه قايلينها بالعربي يسيح كده، از ذا تشينج اوف ماتر فروم انهي ستيت تو انهي ستيت باي هيتنج. طبعا كلكم قلتوا فروم سوليد ستيت تو ليكويد ستيت، صح يا شباب؟ ترو اور فولس يا شباب؟ ووتر فيبر از ذا سوليد ستيت اوف ووتر. هل الووتر فيبر هو السوليد ستيت؟ الووتر فيبر ده الجاز والستيت، السوليد ستيت اوف ووتر هو الايس، صح يا شباب؟ الكلام ده طبعا رونج. طيب وين ووتر ميلت؟ ثانيه واحده، هي الووتر اصلا ليكويد فالووتر ما ينفع لهاش ميلت، الميلت للحاجه سوليد، الميلتنج معناها تشينجينج السوليد ماتر لليكويد ماتر. طب انت جاي تقول لي ووتر ميلت، ما هي اصلا ليكويد، صح كده؟ فالكلام ده غلط كده من قبل ما نكمله. اوكي تمام، وين ووتر ميلت ات از تشينجد فروم ليكويد ستيت تو سوليد ستيت. اي كلام طبعا، صح يا شباب؟ الكلام ده رونج زي ما قلنا. اوكي وات دو يو اوريدي نو اباوت تشينج ان ماتر. طيب احنا عارفين كلنا ماتر كان بي فاوند ان سوليد ستيت او ليكويد ستيت او جازيوس ستيت، which can be differentiated between or which we can differentiate between them by identifying their properties such as. كلنا عارفين الكلام ده كده من زمان يعني، من اول ما بدانا هذه اليونت يعني، ان انت لما اجي اقول لك مثلا give reason، مثلا نقدر نقول ايه، بلاستيك از سوليد او ايرن از سوليد، هتقول لي بيكوز ات هاز ديفايند شيب اند ديفايند فوليوم، صح؟ وكمان زي ار هارد. لو جيت قلت لك جيف ريزون مثلا ووتر از ليكويد ستيت، هتقول لي بيكوز ات هاز ديفايند فوليوم اند ان ديفايند شيب، صح كده؟ اند ان ديفايند شيب او نو ديفايند شيب. يعني ايه ان ديفايند شيب؟ يعني تيكس ذا شيب اوف كونتينر. لو جيت قلت لك جيف ريزون مثلا اير از جاز، هتقول لي بيكوز ات هاز ان ديفايند فوليوم اند ان ديفايند شيب، يعني
يعني ايه undefined volume؟ يعني take the volume of container. يعني ايه undefined shape؟ يعني take the shape of container. احنا نقدر نفرق بين السوليد والليكويد والجاز عن طريق البروبرتي اللي احنا لسه قايلينها، تشوف الشيب وتشوف الفوليوم. اوكي، لقيت الاثنين defined الشيب والفوليوم يبقى دي سوليد، لقيت الاثنين undefined يبقى دي جاز، لقيت الفوليوم defined والشيب undefined يبقى دي ليكويد. بمنتهى البساطة احنا كده فرقنا، صح؟ تعال نشوف الكلمتين دول. الحاجة السوليد اهي have defined volume and have defined shape، وكمان they are hard، صح كده؟ طب الحاجة الليكويد they have defined volume، الفوليوم not changed، صح كده؟ but they يعني they don't have defined shape. يعني ايه don't have defined shape؟ او have no defined shape او have indefined shape، كل معنى واحد قلنا. but بيعملوا ايه بقى؟ هم ما عندهمش defined shape عشان هم بياخدوا shape of their container اهو، but they take the shape of their container. دول بقى indefined volume و indefined shape اللي هم الجازز. they don't have defined volume but they take the volume of their container، وبرضو they don't have defined shape but they take the shape of their container. يبقى احنا عارفين من زمان ان انا اقدر افرق بين السوليد مطر والليكويد مطر والجازوات مطر عن طريق البروبرتيز بتاعتها. طيب احنا نقدر نغير بين البروبر بين الستيت اوف ماتر، نقدر عايز تعمل من هنا لهنا البروسيس دي اسمها ميلتنج، اعمل فيها انكريس تمبريتشر. عايز تحول من هنا لهنا البروسيس دي اسمها ايفابوريشن، واعمل لها ايه انكريس تمبريتشر. عايز تحول من هنا لهنا ما عنديش مشكله، اعمل كولينج والبروسيس دي اسمها كوندنسيشن. ما تستعجلوش يا شباب لو مش عارفين الكلام ده، احنا هناخده، احنا يهمنا بس دلوقتي الميلتنج بروسيس، اي واحده فيهم، اول واحده فيهم قصدي. اوكي تمام يا شباب، لو انتم مش عارفين اسامي البروسيس دي احنا هناخدها بالتفصيل بعد كده. يبقى نقدر نحول من الجاز للليكويد عن طريق ان احنا بقى نعمل كولينج، نقلل التمبريتشر، والبروسيس دي اسمها كوندنسيشن. عايزين نحول من ليكويد لسوليد، ما عنديش مشكله، اقلل التمبريتشر، حطه في الفريزر، فالبروسيس دي اسمها فريزنج، صح يا شباب؟ يبقى عادي جدا عايز تغير من اي ستيت اوف ماتر لاي ستيت، يو هاف تشينج تمبريتشر. لو انت ماشي في الدايركشن ده فانت بتعمل هيتنج، لو انت ماشي في الدايركشن ده فانت بتعمل كولينج، صح يا شباب؟ طيب matter can be changed from one state to another، حلو جدا، without any change in its amount. اه انت مش كده كده مش هتغير الماس في حاجه، صح كده؟ تمام، مش قلنا الماس هي الاماونت اوف ماتر ان ذا اوبجكت، فانا بقول لك انت مش هتغير الاماونت في اي شيء. اه هتحولها من سوليد لليكويد زي ما هي، صح كده؟ الماس زي ما هي، هتحولها من ليكويد لجاز، الماس زي ما هي، بس انت ما تسيبش الجاز ده سبريد في الاتموسفير يعني. ها اوكي ماشي. So there is no change in the total number of particles، نفس عدد البارتكل، نفس عدد المولوكيول، هي نفس الماس، مش هتتغير، تمام كده؟ of the matter during the change of state of matter، وانت بتغير ال state of matter ال number of particles ال amount الماس هتفضل زي ما هي، هتروح فين يعني؟ صح كده؟ تمام. check your understanding يا شباب. choose during the change of state of matter the amount of matter. انت عمال تغير في الستيت اوف ماتر، الاماونت اوف ماتر هيحصل لها ايه؟ افتكروا ماس از كونستانت، اماونت اوف ماتر يعني ماس، والماس از كونستانت، اعمل تشينج زي ما انت عايز، ماس از كونستانت، ثابته ما بتتغيرش، صح يا شباب؟ تعالوا بقى نشوف الاختيارات. بيقول لك during change the state of matter، غيرتها من solid لليكويد، من ليكويد لجاز، مش فارقه معايا انت غيرتها لايه، المهم الاماونت اوف ماتر انكريز ولا ديكريز ولا stay the same، هتفضل زي ما هي، لسه قايلين stay the same because it is constant. طيب when liquid matter is it changed to gas، حلو جدا، the total number of its particle mass is constant، the total number of particle يعني الماس يعني constant، يبقى doesn't change، ايوه هي doesn't change، ولا decrease ولا increase، ايوه هي doesn't change، mass is constant. طيب the ice cube are solid because they، طيب احنا عارفين لسه السوليد، لسه قايلين البروبرتي هاف ديفايند شيب وهاف ديفايند فوليوم وهارد، صح كده؟ فهو بيسالك بقى الايس كيوب ار سوليد ليه بقى؟ بيكوز زي هارد، ماشي هارد صح، دونت هاف ديفايند فوليوم، لا هي هاف ديفايند فوليوم، دونت هاف ديفايند شيب، لا هي هاف ديفايند شيب، فما فيش اجابه صح غير دي، صح يا شباب؟ اوكي طيب
تعالوا نشوف بارتكلز اللي يعني انا متاكد ان انتوا هتسمعوها قريب جدا، كلمه مولكيولز. لو ما سمعناهاش الترم ده هنسمعها الترم الجاي. اوكي، هي اسمها مولكيولز، ات از ا بيلدينج يونت اوف ماتر. طيب ثيرمال انرجي، احنا عارفين ان اي ماتر البارتكلز بتاعتها ار ان ستيت اوف كونتينوس موشن، صح كده؟ لما المولكيولز دي هيتد او جين ثيرمال انرجي الموشن بتاعتها انكريز، صح كده؟ تمام يا شباب. اوكي، thermal energy is not physical thing. احنا اتفقنا يا شباب، كان في اول درس بدأناه كده قلنا مطر، اول ما بدأنا هذا اليونت يونت 2 قلنا مطر، فاكرين؟ and ها energy، فاكرين يا شباب؟ طيب واتفقت معاكم ساعتها، قلت لكم احنا هندرس المطر بالتفصيل، وانرجي دي هنسيبها على جنب شويه، بس اللي عايزكم تتاكدوا منه ان انرجي از نوت ماتر، ماتر از اني ثينج ذات هاز ماس اند فوليوم، انرجي از نوت ماتر، انرجي از ابيليتي تو دو وورك. اوكي، خدناها في رابعه ابتدائي وهناخدها بعد كده كتير في الساينس. سوري يا شباب. energy is the ability to do work. فenergy is not matter. الانرجي مش matter. energy زي ايه؟ زي light energy، زي heat energy او thermal energy، زي sound energy، زي chemical energy، زي solar energy، زي nuclear energy. forms of energy كتير، ولكن ولا واحدة فيهم matter. بس thermal energy واحدة من ال forms of energy دي، ف it is not matter، صح كده؟ يبقى thermal energy is not physical او not matter، يعني هي مش physical thing، حاجة انا شايفها بعيني، لا هي مش matter، هي مش material، but it is energy او it is one of the forms of energy، تمام كده؟ in the form of heat energy طبعا، عشان دي thermal energy. اوكي يا شباب، we use thermal energy every day، احنا بنستخدم thermal energy every day. امال احنا ماما بتطبخ الاكل ازاي؟ واحنا بنعمل كوبايه القهوه كوبايه الشاي ازاي؟ صح كده؟ طيب وبنعمل warming ازاي في الجو الوينتر الساقعه ده؟ تمام؟ يبقى we use thermal energy every day in many things such as اشهرها cooking food، ما احنا كل يوم cooking food، صح كده؟ وفي الشتاء كل يوم warming homes، صح كده؟ تمام. The thermal energy from sun اللي احنا بنقول عليها solar energy keeps living organism on the earth alive. خدنا في رابعه ابتدائي ان sun is the main source of energy for all living organism، صح كده؟ طيب نشوف particles in motion. اكيد كلنا شفنا ماما وهي بتعمل كوبايه شاي، ماما وهي بتغلي شويه ميه على البوتاجاز كده عشان تسلق مكرونه ولا تسلق اي حاجه، ماما عماله تدي للووتر دي الليكويد ووتر، عماله تديها ثيرمال انرجي من البوتاجاز، فالمطرز او البارتكلز بتاعت المطر دي اللي هي ووتر عمال يحصل لها ايه؟ عماله جين ثيرمال انرجي، ولما جين ثيرمال انرجي، الثيرمال انرجي دي تتحول لكاينتيك انرجي، وكاينتيك انرجي يعني موشن، صح كده؟ تلاقي المولكيولز ار ان ستيت اوف انكريزنج الموشن بيكام مور فاستر. شايفين المولكيولز بتتحرك ازاي؟ لو ركزتوا مع بعض البارتكلز particles of water، هي طبعا مش دي البارتكلز اللي احنا قصدين عليها، انا قصدي يعني جزء من الووتر كده بيحصل له موفمنت، ها وشويه والووتر دي هتحول لووتر فيبر، لو قعدنا نعمل هيتنج كمان عمال تزود الموشن بتاعت البارتكلز، فهتتحول من كتر السبيد بتاعتها من ليكويد ستيت لجازوس ستيت، صح كده؟ احنا عارفين ان البارتكلز دايما ان ستيت اوف كونتينوس موشن، اهو اني ماتر از ميد اب اوف فيري سمول مولكيولز او بارتكلز. البارتكلز اوف ماتر دي are always in motion، صح كده؟ دايما بتتحرك، حتى في السوليد ستيت بتتحرك، بس قلنا بنسميها vibrational motion، صح كده؟ اهو even in solid ماشي that their particles are closed together بنسميها في السوليد vibrational motion، صح كده؟ طيب البارتكلز في المطر لو خدت بقى ثيرمال انرجي، ها ايه اللي هيحصل؟ البارتكلز ان مطر هاف انرجي، هي كده كده هاف انرجي ذات ميك ذم ايبل تو موف، او حتى لو في السوليد فايبريت، تمام كده؟ وسبينز برضو يعني تتحرك، سبينز اراوند زي ما انت شايف المولكيولز بتاعت الميه عماله تتحرك كده، ها اوكي سبينز اراوند. طيب وين بارتكلز اوف ماتر ابزورب شويه ثيرمال انرجي، او ابزورب شويه كمان لايت انرجي، ها هي ثيرمال يعني هيت، او كمان لايت انرجي، صح؟ مش احنا عارفين يا شباب، روح المس اللمبه كده اللي منوره، بس يعني خلي بالك عشان هتلاقيها سخنه يعني، اوكي؟ اللمبه اللي عندنا في البيت الالكتريك لامب، احنا شاريينها انا وانت شاريينها عشان تطلع لايت، عشان تحول الالكتريك انرجي لايت انرجي، ولكن وهي بتحول اللايت
لو لمستها كده بس المسها بحرص لو سمحت، اوكي، هتلاقيها برضو مطلعه هيت انرجي، هتلاقي اللمبه سخنه. يعني اللي هيعملوا الهيت انرجي ممكن تعمله كمان اللايت انرجي. خلينا بس في الهيت انرجي الاول اهو. وين بارتكلز اوف ماتر ابزورب مور ثيرمال انرجي اللي هي هيت انرجي، زي موف هياخدوا كاينتيك انرجي، فزي موف فاستر اهي، زي موف فاستر وفايبريت اند ديسبن فاستر، اسرع من الاول اهو، تمام. زاد كوزيس ذا ماتر بيكم وورمر، خلت الماتر بقى بدل ما كانت كولد بقت وورم، زي الميه دي كانت كولد بقت وورم. ماشي يا شباب. نوت، وين بارتكلز ار كولد، يعني بتعملها ديكريزنج تمبريتشر، بقى يبقى انت كده ديكريز السبيد اوف موشن اوف بارتكل، صح اهو، بارتكلز موف سلوور يعني بتقلل السبيد اند بيكام كلوزر تو ايتش اذر، صح. فلو كانت جاز هتتحول لليكويد، لو كانت ليكويد هتتحول لسوليد، ما انت عمال تقرب المولكيولز من بعض. طيب وين بارتكلز ار ورمد، العكس بقى، المولكيولز هتاخد مور انرجي، موف فاستر اهي، زي موف فاستر اند سبريد اوت، ويقعدوا بعيدوا عن بعض، ولو كانت الحاجه سوليد هتتحول لليكويد، ولو الحاجه كانت ليكويد هتتحول لجاز. يعني باي كولينج انت ماشي كده في الدايركشن ده، باي هيتنج انت ماشي في الدايركشن ده، صح يا شباب؟ اوكي. طيب لايت انرجي زيها، مش انا لسه قايل لكم لايت انرجي زيها زي الثيرمال انرجي، لو عرضت لايت انرجي للمولكيول هيحصل لها كده بالظبط زي الهيت انرجي، بس الهيت انرجي اسرع يعني. طيب اللايت انرجي از لايك ثيرمال انرجي، هو ان بارتكلز اوف ماتر ابزورب زم اللي هي اللايت انرجي، برضه البارتكلز موف فاستر وفايبريت وسبين فاستر، صح يا شباب؟ طب تشيك اور اندرستاندينج يا شباب، بترو اور فولس، ثيرمال انرجي از ماتر، اي انرجي از نوت ماتر، انرجي از ذا ابيليتي تو دو وور، فثيرمال انرجي بقى ساوند انرجي لايت انرجي كل دول مش ماتر، اوكي، ثيرمال انرجي از ماتر، الكلام ده غلط، اوكي. طيب particles in solid are not moving، انا قلت دايما البارتكلز ار ان ستيت اوف كونتينوس موشن، في الحاجه السوليد في موشن برضو، ولكن بنسميها فايبريشنال موشن، يعني في مكانها كده اهتزازيه، اهتزازه صغيره كده، الراوند ريست بوزيشن، بتتحرك يمين شويه وشمال شويه كده، اوكي. يبقى بارتكلز ان سوليد ار نوت موفينج، لا هي موفينج بس انت اللي مش شايفها بس، اوكي. طيب وين بارتكلز ار وورمد، ماشيين في الاتجاه ده وورمد، يبقى بتحولها من سوليد لليكويد لجاز، صح كده، جين ثيرمال انرجي، هتتحرك اسرع المولكيولز، تمام. وين بارتكلز ار وورمد زي موف سلوور، لسه قايلين فاستر يا شباب، تمام، اند كم كلوز توجذر، دام هي بتتحرك بسرعه يبقى جو اواي فروم اتش اذر، صح يا شباب، يبقى الكلام ده كومبليتلي رونج، اوكي، تمام، عشان when particles are warmed they move faster and come closer to، لا come away from each other مش come closer، صح كده، او close together، لا هي away، اوكي. طيب when particles absorb thermal energy، خدت بقى شويه thermal energy، they move faster، ايوه زي move faster and spread out، ايوه ده اللي احنا لسه قايلينه غلط فوق هو هنا صح، اوكي يا شباب. ليسون خلص الحمد لله، ليسون سهل، ارجو ان هو يكون مفهوم. استدي الليسون ده يا شباب، المره الجايه ان شاء الله نحل عليه اسئله، اتمنى لكم التوفيق دائما، والسلام عليكم.